أستاذة بسمة بالحاج علي، أستاذة المدرسة المنتسبة الرشاد والدليل منوبة، شاركت في هذه الدورة الندوة هذه الهائلة والرائعة باش نقدم أعمال أطفالي في نبذ العنف ونشر ثقافة السلم والسلام. شاركت بهالمشاريع هذوما أطفالي أبدعوا. أنا صدقا ما كنتش نتصور إن باش نوصلوا هاللي وصلناه. نرى الطفل اللي نقولوا له أسكت وريض ويزي وأرجح، قال لكم سيبني خل نعيش، حط صور صدقا انه حتى وقت اللعب هو غاضب، حتى وقت الفسحة هو غاضب، لانه محروم من برشا حاجات، يطلب في الحرية المسلوبة منه اللي من حقه انه يحسها ويعيشها. طفل اليوم يشوف المشاهد هذية في التواصل الاجتماعي اللي خلينا له البورتابل في دي، فجعلناه يقول لا للعنف، لا للاغتصاب، لا للمسنا ومس جوارحنا وسواكننا. الطفل زادة بالخيوط هذية يحب يعبر، اللي خيوط اللاسلكي والاتصال الاجتماعي خلاه يقول لك خليني نتكلم، خليني نعبر. قلبه مجروح من الداخل لأن حرمناه من حقه في الحياة، في ممارسة هواياته كما يحب، لأن أصبحنا نعيش في وضع أسكت أركح يزي ما عنديش وقت باش نتلها بيك. ما يعاش يحب لا الفيولونس، اللي يحب لابي يفركس عليها بطريقته هو. وراك صور، عمل لي شيء كبير، استعمل خيوط البلاستيكية هذية ودهنها باللون الفضي باش يقول لك حياتي في خطر. انتبهوا إلى طفولة فهي تصرخ وتقول نحب السلام والسلم. هذه رسالة من أطفال منوبة، إن شاء الله يا ربي تتحقق إن نوصلوا لهالطفل ذايا ونعيشوا في جو مريح، في جو سلم، في جو تآخي، جو محبة. الطفل راه مش صغير، الطفل التونسي راه كبير بكل ما يملك من معارف، راه كبير ويعرف شو يقول. بمجرد أني نراه الصور من طفل عمره 10، 11، 12 عام، فهذا دلالة على أن يلزمنا نتلهاو بهالطفل هذايا باش نجموا نكونوا هالمواطن الصالح اللي نرموا به إلى تونس جميلة. تونس غدها مشرق، غدها جميل، غدها سيكون أشرق من اللي احنا فيه. فبهالأطفال هذوما نعتني ونتلها باش قلبه ما يدميش وفمه ما يسكتش، ويتكلم ويعبر ويقول لا وقت اللي يلزم ويقول نعم وقت اللي يلزم. إذن فلنعتني جميعا يدا بيد من أجل تونس جميلة.